أجل نشر المعرفة بالقدس وتاريخها وقضيتها انطلق منذ سنوات مجمع لدراسات بيت المقدس، وخلال السنوات الماضية تمكن من الانتشار في عدد من مدن العالم. فهل تحققت هذه الرسالة؟ ينضم إلينا هنا في الاستوديو البروفيسور عبد الفتاح العواسي، أستاذ العلاقات الدولية ومؤسس المشروع المعرفي لبيت المقدس. أهلا بك دكتور، صباح الخير. أهلا بكم، صباح الخير. صباح الخير يا أهلا دكتور. دكتور، نبدأ معك، من أهداف هذا المشروع؟ أهداف هذا المشروع عندما وضعناها درسنا الحالات التي تم بها احتلال هذه الأرض المباركة المقدسة، ودراسة الخطط الاستراتيجية التي أدت لتحرير هذه الأرض المباركة المقدسة. في ضوئها وضعنا الأهداف لهذا المشروع. الهدف الأول هو صناعة المعرفة وبث الأمل، بث الأمل في الأمة على أن هذا الاحتلال مثل أي احتلالات أخرى مرت في التاريخ وأنه إلى زوال. ثانيا، كان لابد من تكوين جيل من المتخصصين، لأن هذا المجال لا يوجد به عدد كبير من المتخصصين، فكان لابد أن نسعى لتكوين جيل من المتخصصين، واستطعنا من خلال الجامعات البريطانية بداية أن نجذب عدد كبير من الشباب، سواء فتيات أو شبان، إلى هذا الحقل المعرفي. والهدف الثالث والأساسي هو تصنيع المعرفة، تصنيع المعرفة، لأنه هذا مجال مع الأسف الدعاية الصهيونية في الغرب منتشر. عندما تقول القدس على سبيل المثال يتبادر القدس اليهودية مباشرة، فكان علينا أن نصنع المعرفة ونصنع الرواية الإسلامية حول هذا المكان المبارك المقدس. فهذا باختصار هو الأهداف الأساسية التي وضعناها في ضوء الخطط الاستراتيجية السابقة، ولا سيما من التحرير الذي قاده صلاح الدين والتحرير الذي فعله عمر بن الخطاب، سواء الاحتلال البيزنطي أو الاحتلال الصليبي. جميل أن نصنع المعرفة وأن نصدر هذه المعرفة إلى العالم الغربي. يعني لا يكفي أن نعرف نحن فقط، علينا أن نعرفهم بهذه القضية، لكن نريد أن نعرف كم عمر هذا المشروع وما هي أبرز المحطات التي مر بها. عمر هذا المشروع بهذه السنة 32 سنة، يعني 3 عقود. البداية كانت عندما حصلت على الدكتوراه من جامعة إكستر وعدت إلى الضفة الغربية، بدأ حلم وأمل. وعندما بدأت أدرس في جامعة الخليل، هذا الحلم بدأ يتبلور عندما بدأت أكتب وأبحث. ولكن عندما دعتني جامعة القدس للتدريس فيها، طلبت أن أدرس على مصاطب المسجد الأقصى المبارك، فكانت البداية لهذا المشروع من محراب المسجد الأقصى لمدة 3 سنوات، من عام 1990 إلى عام 1992. لكن الانطلاقة الحقيقية لهذا المشروع كانت من لندن، عندما أسسنا مجمع دراسات بيت المقدس، ومر بعدة مراحل. المرحلة الأولى كانت تعريف بهذا المشروع لإقناع المؤسسات الأكاديمية البريطانية، واستطعنا بفضل الله أن نؤسس هذا المشروع داخل المؤسسة الأكاديمية البريطانية. فعندنا، أنا عملت في جامعة من خلال عملي في الجامعات البريطانية، سواء في جامعة ستيرلينغ أو في جامعة أبرتين دندي أو في آخر جامعة في جامعة أبردين، وكانت تمنح جامعة أبردين درجة الدكتوراه والماجستير في دراسات بيت المقدس. فالمرحلة من عام 94 إلى عام 2007 كان مؤسسة هذا المشروع في الجامعات البريطانية. من عام 2007 إلى الآن مؤسسة في جامعات العالم الإسلامي، واستطعنا خلال هذه السنوات من 2007 مؤسسة في الجامعات الماليزية، عندنا في جامعة شمال ماليزيا تعطي الماجستير والدكتوراه في دراسات بيت المقدس، ومؤخرا في تركيا عندنا في جامعة بحثية أنشئت في تركيا جامعة حكومية، بالمناسبة جميعها جامعات حكومية. أنشأنا في جامعة أنقرة العلوم الاجتماعية برنامج ماجستير لدراسات بيت المقدس باللغة الإنجليزية، وفي جامعة ماردين العام الماضي نفس البرنامج باللغة العربية وباللغة التركية. فهذه أهم المراحل مؤسسة في داخل الجامعات
سواء البريطانية أو في العالم الإسلامي. تحدثنا الآن دكتور عن يعني إقبال الشباب فعلا على هذا المشروع وعلى هذه الدراسات الخاصة ببيت المقدس، وخاصة يعني جنسياتهم، هل هم مثلا فلسطينيين في يعني من المتغربين أم لا، حتى في المهجر أم حتى من جنسيات أخرى ربما يهتمون بهذا الموضوع؟ تركيزنا هو على الشباب، الشباب بإطلاقه. عندنا شباب بريطاني غير مسلم درس هذا التخصص وتخصص به، عندنا من جميع أنحاء العالم الإسلامي، يعني التركيز ليس على أهل فلسطين لأن القضية لا تخص أهل فلسطين أكيد. مباشرة، فعندنا من العرب بجنسيات مختلفة، يعني على حتى أوضح، عندنا الآن فريق دولي من 19 عالم تخرجوا في دراسات بيت المقدس، موزعين أين؟ موزعين ما بين فلسطين، ما بين الأردن، ما بين قطر، ما بين ماليزيا، ما بين أندونيسيا، وما بين بريطانيا. فاهتمامنا هو بالشباب، لأن حتى نستطيع أن نصنع المعرفة وننتج المعرفة نحن بحاجة إلى الطاقة الشبابية المنطلقة والمؤمنة بهذه القضية، والتي تسعى أيضا لتحرير هذه الأرض المباركة المقدسة. دكتور، تتحدث عن تصنيع هذه المعرفة وإيصال هذه المعرفة، إلى أي مدى تشعر أن هذه المعرفة فعلا بدأت تصل إلى الناس وإلى المجتمعات التي لا تعرف شيئا عن القضية؟ كما ذكرت، يعني بعضهم ذكرت بأنه عندما يعني نقول القدس يفهم القدس، لا يفهم القدس العربية، يفهم القدس اليهودية، يربطها بإسرائيل. ولهذا كان علينا أن نهتم بوسائل تصنيع المعرفة. فكان عندنا مؤتمر أكاديمي دولي سنوي، كان المؤتمر الأول في جامعة لندن في عام 97، والمؤتمر الأخير كان في جامعة ماردين في تركيا. ما الذي يحضر هذا المؤتمر؟ ما الذي هم كبار العلماء في العالم يأتون ويتحاورون من أجل هذه القضية. عندنا أيضا مجلة دراسات بيت المقدس، المؤتمر الأخير بالمناسبة هو مؤتمر 21، يعني بدأنا في 97، الآن في مؤتمر في 21، كان موضوع مستقبل المسجد الأقصى المبارك. نحن الآن نتطلع إلى المستقبل وليس إلى التاريخ فقط. مجلة دراسات بيت المقدس، الكتب التي أيضا تم إنتاجها في هذا المجال. ومرة أخرى التركيز بشكل خاص هو على، في البداية كنا نركز على النخب، الآن نركز على قطاع الشباب بقطاعاته المختلفة والمتعددة. طب دكتور، نختم معك بأهم ما يمكن أن توجهه للوالدين أو حتى للتربويين لغرس قيم المعرفة الخاصة ببيت المقدس اليوم. نحن بدأنا نهتم بما نسميه بقادة المستقبل، اللي هما ما بين سن 18، عفوا ما بين سن 8 سنوات إلى 18 سنة في الثلاث سنوات الأخيرة، من خلال الخبراء الذين تم تخريجهم، هم الآن بدأوا، لا سيما السيدات عندهم أطفال ويريدوا أن يهتموا بهذا الجيل وبغرسه. فأنتجنا في السنوات الماضية منهاج دراسي اسمه المنهاج الدراسي لقادة المستقبل. هذا البرنامج بالمناسبة متوفر في معرض الدوحة للكتاب، هذا المنهاج بجزئه الأول، جزئه الأول بعنوان الأنبياء وبيت المقدس، والجزء الثاني بعنوان خطوة نحو بيت المقدس، وهو عبارة عن كتاب للطالب وكتاب للأستاذ. فيعني هؤلاء السيدات الفضليات اللي استثمرنا فيهم في السنوات الماضية في خلال 30 سنة الماضية، الآن بدأوا هم الذين يهتموا بأطفالي وينتجوا في هذا المجال. فكلمتي، نحن بحاجة أن نحول هذه القضية، لأن هذه القضية ليست قضية خاصة بالفلسطينيين لوحدهم، وليست خاصة بالعرب لوحدهم، ولكنها قضية للمسلمين وللإنسانية أيضا بشكل عام. علينا أن نحول هذه القضية لتصبح قضية محلية في كل قطر من أقطارنا بإذن الله تعالى، إن شاء الله وأن تصل إلى العالم كله بهذا الزخم بهذه القوة. شكرا لك على وجودك معنا في الجزيرة هذا الصباح. دكتور عبد الفتاح العواسي، أستاذ العلاقات الدولية ومؤسس المشروع المعرفي لبيت المقدس، يومك سعيد. يومكم سعيد دكتور.